لسه قطر فاكرة إنها بفلوسها تقدر تتلاعب بالناس وبالأوطان، لدرجة إن النظام القطري فكر إنه بإمكانه عمل فيلم هندي بيدعي فيه الكرامة، وإنه بيصون، واخدين بالكم من كلمة بيصون دي، وإنه بيصون كرامة قطر والمواطن القطري، وبيهين مصر وبيهين المصريين. فيلم هندي على الطريقة القطرية وادعاء كاذب واستدراج عبيط ومكشوف جدا. السلام عليكم. الإعلام القطري اللي بتديره عقلية صهيونية قمة في الخباثة وفي الذكاء، عامل فيلم إعلامي هندي لإهانة مصر والمصريين بالإضافة لادعاء الكرامة، وللأسف شارك في الفيلم ده مصريين تم استدراجهم. ده أبو المعاطي زكي، وهو إعلامي رياضي مصري على حين غيره تلقى دعوة قطرية للحضور لقطر هو والإعلامي عبد الناصر زيدان، ونزل أبو المعاطي زكي ضيف على أحد البرامج الرياضية في التلفزيون القطري، تحديدا برنامج المجلس، وده في إطار تغطية بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر. والفيلم الهندي القطري بدأ على الشكل التالي: أثناء وجود السيد أبو المعاطي زكي في برنامج المجلس على أحد القنوات القطرية، حصلت دراما أقل ما يقال عنها إنها مريبة وعبيطة. فجأة يا سادة السيد أبو المعاطي قرر يتشحتف. أيوه يتشحتف على الهوا. تعالوا نشوف اللي حصل. انت هتبكي ولا في ايه؟ صلى على النبي. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. كم سنه ما طلعت من التلفزيون؟ 3 سنين ونص، وبتمضي برنامج يومي 5 ايام زياده سنويه في عددك 20% في قناه النهار. طيب قدمت؟ خير فيما يختارها الله. انت بتبكي ليه يعني؟ يا عم خلاص والنبي بقى، خلي الكاميرا ما حد غيري. لا بس افهمني، انت مش وقعت مع قناه النهار؟ طب الحمد لله. حاسس في ظلم عليه شويه. طلع الرياض عنده عقد و20% في السنه، مش كويس. 3 سنوات و3 سنوات اللي وقف فيها ونص. بس الحمد لله ما شاء الله سيد. وزي ما لاحظتم مقدم البرنامج القطري بيقول تعرض لظلم، مع ان ابو المعاطي قال بما معناه ابعدوا الكاميرا عني خلاص، ولكن القائمين على البرنامج تعمدوا اظهار ابو المعاطي وهو بيتشحتف نتيجه تعرضه للظلم في مصر. وقبل ما اكشف لكم الفيلم الهندي، احب اوجه سؤال للاستاذ ابو المعاطي. يا استاذ ابو المعاطي، أنا من أكتر الناس اللي عارفة الإعلام المصري وبلوي، وكونك بحسب ادعائك اتعرضت لظلم إعلامي في مصر فلا يعني أبدا إنك تروح تتشحتف عند القطريين وتخليهم يستغلوك. القطريين اللي أنت ياما بتغريداتك وتصريحاتك انتقدت دورهم التآمري على بلدك مصر، تقوم تسمح لهم باستدراجك للدوحة علشان يستعملوك كأداة للطعن في بلدك؟ أما الفيلم الهندي القطري فهو إنهم نجحوا باستدراج أبو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان للدوحة، والقطريين عارفين إن أبو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان لهم تصريحات سابقة هاجموا فيها النظام القطري ودوره التآمري. وبمجرد ظهور أبو المعاطي على برنامج المجلس بدأت حملة من الذباب الإلكتروني القطري لادعاء الكرامة القطرية، حملة بيقولوا فيها إزاي تستضيفوا دول وهم اللي تطاولوا على قيادتنا، اطردوهم وما تستضيفهمش تاني. وخالد جاسم مقدم برنامج المجلس قال إيه؟ اعتذر عن استضافة أبو المعاطي. وحمد بن خليفة قال ثاني نزل بتغريدة بيدعي فيها الكرامة برضه، وبيتساءل عن من سمح باستضافة أبو المعاطي وعبد الناصر زيدان. مع أن عبد الناصر زيدان كان منزل تغريدة بيمدح فيها حمد بن خليفة، تخيلوا. الفيلم الهندي يا سادة هو أن القطريين استدرجوا أبو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان وهم عارفين أن ليهم مواقف مناهضة لقطر ولدورها التخريبي، ولكن استضافوهم علشان لما يوصلوا عندهم تبدأ حملة ادعاء الكرامة القطرية على حساب إعلاميين مصريين. إعلاميين مصريين مش عاوز أدخل في النوايا، ولكن للأسف راحوا قطر لسبب أو لآخر وسمحوا لماكينة الإعلام القطرية تمارس لعبة ادعاء الكرامة من خلالهم. يا ذباب قطر الإلكتروني، انتوا حطيتوا ونطيتوا على أبو المعاطي وعبد الناصر زيدان وادعيتوا الكرامة علشان هم هاجموا بلدكم وقيادتكم سياسيا في يوم من الأيام. بينما جمال غيان صديق أسامة فوزي الطاعن بعرض أميركم وأبوه وأمه مبارطة عندكم في الدوحة. لا ده مش كده وبس، ده انتوا بعتوا سعود آل ثاني الشهير بسوسو علشان يدفع له فلوس ويشتري لسانه الوسخ. يعني بالمختصر مالكمش حق تدعوا الكرامة وتعملوا أفلام هندي مفقوسة. بس العيب مش عليكم، والله العيب ما عليكم صدقوني، العيب على المنبطحين كمان. وكفاية لسع لحد كده، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.